انطلق اليوم الخميس معرض لومارشي للأثاث والديكور في مركز مصر للمعارض الدولية محور المشير التجمع الخامس، حيث يستمر حتى الأحد 21 من أكتوبر. وتقام فعاليات المعرض داخل قاعات مجهزة، ويضم مجموعة منتجات متنوعة تبدأ من الأثاث المنزلي والمكتبي والأدوات الصحية والمطابخ. ويعد المعرض حدثا كبيرا في عالم المعارض في مصر، وأحد أهم منافذ التصدير للخارج، باعتباره يشهد توحيد جهود أكبر العارضين على مدى 30 سنة لتقديم أحدث المنتجات لدى أكبر شركات الأثاث والإكسسوار والديكور وأبرز الأسماء المعروفة في هذه المجالات، مع تقديم مجموعة من أقوى العروض وأفضل الخصومات التي تصل إلى 50%. وإيمانا من الشركة المنظمة بتشجيع الصناعة، أتاحت ولأول مرة في هذه الدورة الشراء بالتقسيط من خلال البنوك الموجودة بالمعرض ببطاقة الرقم القومي ومفردات المرتب وإيصال مرافق.